السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائنا الكرام. في هذا الدرس سوف نتعرف على الطريقة كيف نتعامل مع البرامج وكيفية إدارة البرامج بشكل سريع. نذهب إلى ويندوز ونذهب إلى Panel de Configuration أو Control Panel بهذا الشكل، أو نختار Program par default. نختار Control Panel أو Panel de Configuration، قد تكون بهذا الشكل Panel de Configuration بهذا الشكل، ونختار نحن الشكل الذي يناسبنا، هذا الشكل أو هذا الشكل. نختار الشكل الرئيسي، نضغط على Program، يعطينا Program et Function، Program par default، Gadget، Bureau، IOBIT et Install. هذا إضافة، هذا لن يظهر للجميع. نحن نختار Program et Function، هنا يظهر لنا كافة البرامج المثبتة على الحاسوب. هنالك تنقسم البرامج إلى نوعين، إما البرامج التي يكون لها سيتاب عام، وهناك البرامج المجزأة التي يكون فيها أكثر من خاصية أو أكثر من شيء. مثلا نجد جوجل كروم هو تطبيق واحد، برنامج واحد، أما مايكروسوفت أوفيس فيتبعها برامج مثل مايكروسوفت فيجوال سي سي، أو مايكروسوفت فيجوال سي بلاس بلاس، وبقية البرامج التي تتبع للمايكروسوفت. وهنالك كثير من البرامج التي نجدها يكون لديها ملحقات، فلا بد من إلغاء تثبيتها هي وملحقاتها. نختار أي برنامج نريده، مثلا أي برنامج نفضل إزالته، ونضغط الزر الأيمن للفأرة، أو right button in mouse، ونضغط على disinstaller و modifier، ونضغط عليه ويتم إزالة البرنامج بشكل عام. هنالك شيء آخر في organization، هنالك تظهر لنا annuler disposition التي يعني voler de détail، يعني عفوا يعني منطقة المعلومات. يعني هذه تظهر لنا النسخة version de produit، يعني نسخة إصدار البرنامج. وهنالك موقع البرنامج، نضغط على الزر هنالك organize و option de dossier recherche، هذه اختيارات خاصة ب الملفات والمجلدات. هنالك ايضا اوبسيو اضافيه، وهي خاصه بتكبير الحجم وتصغيره، في الغالب تكون هنا ديتاي، ويمكننا ان نكبر او ان نصغر، يعني يرجع لنا الاختيار، يمكن ان نجعله بهذا الشكل. وهنالك انفو او ابروبو، وهي تعرض about، يعني تعرض معلومات، help تساعد، عفوا help تساعد المستخدم في التعامل مع ديزانستالاسيون دو بروغرام ومعلومات اخرى. ايضا افيشي لي ميزاجور، يظهر لنا التحديثات، يمكننا أن نقوم بإلغاء التحديثات بشكل عام، يمكننا أن نلغي التحديثات، أي ميزاجور أو أي أبديت يمكننا نعمل إنستال لها. أكتيفي أو ديزاكتيفي لي فونكسيون دو ويندوز، هذه خصائص خاصة بالويندوز، يمكننا أن نختار ما نشاء منها ونوقفه أو نشغله. جو مثلا أن نلغيها، نلغي جو، أو أن نلغي أي شيء من هذه الاختيارات، نلغي أي شيء نريد، وهي إضافة مثلا انترنت اكسبلوري، يمكننا أن نلغيه، ونضغط في الأخير على أوكي.
هنالك عندما نرجع إلى الوراء بروغرام بار ديفو، وهي مسألة مهمة. بروغرام بار ديفو يعني تشغيل البرامج بشكل أوتوماتيكي أو تشغيل الملفات بشكل أوتوماتيكي. نجد فيها configuration le programme par défaut، نجد فيها associer les types de fichiers protocole à un programme ou modifier les paramètres de lecteur automatique، définir les paramètres par défaut l'accès programme de l'ordinateur. Programme par défaut، configurer le programme par défaut، نضغط عليه. كيظهر لنا بهذا الشكل هذا، وهنا يعني نحن نكون على علم. مثلا فايرفوكس هي براوزر يعني نافيغاتور، فورما بلاير هي ميديا بلاير يعني مشغل فيديوهات ومشغل ام بي 3 ومشغل ميديا بشكل عام. جوجل كروم وهو براوزر، فوكسيت ريدر وهو خاص بقراءة البي دي اف، ابي فاين ريدر وهو خاص بتحويل البي دي اف والتعامل مع البي دي اف. وهنا نختار البرنامج الذي يناسبنا، قد تظهر لك هذه البرامج او برامج اخرى. انا افضل جوجل كروم ك نافيغاتور بار ديفو، اختار هذا واضغط على ديفيني كوم بروجرام بار ديفو بهذا الشكل. وهنالك اختيار اخر، عندما نضغط عليه نختار يعني الملفات التي سوف نشتغل معها أو سيشتغل معها البرنامج. هذه هي الملفات التي يشتغل معها البرنامج: HTML، HTML، PDF، SHTML يعني Security، SVG يعني Vector، WebP وبقية الامتدادات. مثلا انا اختار في الميديا VSC Media Player، اضغط عليه، اضغط بشكل آلي، وهنالك choose parameter default او ديفو parameter par default، وهنالك يظهر لك يعني الامتدادات التي يشغلها هذا البرنامج يعني FL VMT div والAV وكثير من الامتدادات. يمكن أن نختار سيليكسيونيتو يعني جميع الامتدادات. هنالك اختيار ثاني اسوسييلي تيب، يعني اختيار اسوسييلي تيب دو فيشي او ان برودوي ا ان بروغرام سبيسيفيك، يعني اختيار يعني امتدادات الملفات التي ستشتغل مع البرامج. كل امتداد هنالك امتدادات كثيرة، ويظهر لك البرنامج الذي يشغلها. مثلا اخترنا هذا، نضغط هنا ونختار البرنامج الذي سيشغله ونضغط على OK مثل هكذا. تم تغييرها. يمكن أن نعود إلى هنا ونختار VLC مرة أخرى ونختار OK. لكن هذه بروغرام بار ديفو يعني تتحكم في جميع الامتدادات، يعني سوف يقرأ هذا البرنامج جميع الامتدادات المتاحة في البرنامج، ليست جميع الامتدادات كلها التي توجد بالأساس، جميع الامتدادات التي يستطيع البرنامج تشغيلها. لكن هنالك نختار امتداد، كل امتداد يمكننا أن نختار برنامج واحد يشغله، أي امتداد، يعني امتدادات كثيرة هنالك AV، هنالك div، هنالك div، هنالك dot، هنالك dvr، وهي كثيرة. modifier les paramètres de lecteur automatique، وهذه متخصصة أو لها علاقة بالCD rooms وبالDVD وبالكلي USB، يعني كثير من
سي دي اوديو، نختار هنالك اي برنامج يمكننا ان يشغله او لن يفعل شيء. وهنالك سي دي اوديو ايتيديو، وهنالك فيلم دي في دي، وهنالك ايماج نختار توجور دوموندي. توجور دوموندي يعني دائما يظهر لنا اختيارات، او اوفرير للدوسي، او اننا نشغلها باحد البرامج المتاحه. هنالك توجور دوموندي ايضا في فيشي اوديو سي دي، بقيه سي دي في فيرج يعني القرص الليزري كومباكت ديسك اللي كيكون خاوي ما فيه حتى حاجه يعني فيد. يمكن ان نختار توجور دوموندي او نختار اي شيء اخر. وهنالك في بقيه العناصر والمكونات هي كتسمى الاوتو ديسبلاي او اوتو ران. الاوتو ران في بقيه هنالك هذه ما يتعلق بالهواتف بريفيريك او الهواتف وبقيه الاختيارات الاخرى. ويمكننا ان نختار غوفوني لي فالور باغ ديفو يعني ارجاع القيم الافتراضيه، يعني سيرجع القيم الافتراضيه. يمكننا ان نختار بهذا الشكل وسوف يعيدها لاختياراتها الاولى. ويمكن ان نضغط في الاخير على اوريجستري، لا ننسى هذا. واخر اختيار ديفيني لي بارامتر بار ديفو الاكسي، وهي مرتبطه بشوازي لي كونفيغوراسيون. هنالك متعلقه بالويب، شوازي لو نافيغاتور بار ديفو اما جوجل كروم او موزيلا فايرفوكس مثلا او جوجل كروم، ونضغط على اوكي. هنالك مايكروسوفت ويندوز، يمكن ان نختار سوف يقوم باختيار انترنت اكسبلوري كنافيغاتور، وباختيار ليكتور ملتي ميديا اللي هو ليكتور ويندوز ميديا كقارئ ميديا. وبقية الاختيارات سوف يكون المشغل الاساسي هو الويندوز نو مايكروسوفت، يعني نختار من هنا البرامج التي تناسبنا او نختار بيرسوناليزي، وهنا نختار ما يناسبنا. مثلا بيرسوناليزي في الويب نختار جوجل كروم. في شوازي ان بروغرام ميساجري يعني المتعلق بالرسائل وبالايميلز. شوازي ليكتور ملتي ميديا بار ديفو، هنالك ليكتور ويندوز وليكتور ميديا سنتر. وايضا هنالك اختيارات متعدده يمكننا ان نختار ما نريد منها، ونضغط في الاخير على اوكي. لا ننسى هذا بشكل اساسي. بهذا الشكل نكون قد تحكمنا في البرامج وإدارة البرامج بشكل عام، ويمكننا ان نختار ما نشاء. دائما هنالك هذا الاختيار كنترول بارونتال التي تتعلق بالحسابات على المستعملي الحاسوب. هناك يمكن أن تجد كثير من المستعملين. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.